جنة 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 تسلم يا وطن، جنة 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 تسلم يا وطن، يا وطن يا حمية يا بقلب الطية، يا وطن يا حمية يا بقلب الطية، حتى نارك جنة، حتى نارك جنة. وطن اف ام، نبض كل الوطن. وطن الاقتصادية، نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادية مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة. أهلا بكم في نشرة وطن الاقتصادية، وفيها أبرز الأخبار المحلية والعالمية عبر شبكة وطن الإعلامية. دعونا نبدأ بأبرز عناوين النشرة. فلسطين أمام منتدى غاز شرق المتوسط، الالتزام بمبادئ القانون الدولي شرط مسبق لأي تعاون إقليمي أو دولي. وفد من جمعية رجال الأعمال يختتم مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية. وقرار إسرائيلي بزيادة حصة عمال الضفة من 100,000 إلى 120,000 عامل. وإلى تفاصيل النشرة، أكد الوفد الفلسطيني المشارك في منتدى شرق المتوسط للغاز على ضرورة أن يضمن المنتدى التزام جميع الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي كشرط مسبق لأي تعاون إقليمي أو دولي مستدام، كموقف فلسطيني معلن وثابت يشكل أساس عضوية فلسطين في المنتدى ويحكم كافة مواقفها القانونية والإجرائية في أروقته. وأشار الوفد المشارك في الكلمة الرسمية التي ألقيت في الاجتماع الوزاري للمنتدى أن فلسطين لم تتمكن حتى اليوم من تطوير مواردها من الغاز الطبيعي على الرغم من اكتشافها قبل أكثر من 20 عاما، مشددا على أن عرقلة الاحتلال لتطوير الموارد الطبيعية الوطنية الفلسطينية ليس سوى جانب واحد من الجوانب العديدة للأثر المدمر للاحتلال الإسرائيلي المتواصل للأراضي الفلسطينية. معنا عبر الهاتف الخبير والباحث الاقتصادي الأستاذ مسيف. مسيف، مساء الخير. مساء الخير لك وكافة المستمعين. على ضوء مشاركة فلسطين في منتدى شرق المتوسط للغاز، أستاذ مسيف، يعني خلينا في البداية، ما هو واقع مصادر الغاز الطبيعي في فلسطين جغرافيا؟ في البداية يجب التأكيد إن في هناك كثير من الدراسات اللي أخرجها معهد ماس حول المواد الطبيعية وخسارة فلسطين ومناطق سين في نظام وسيطرة الاحتلال على الموارد كلها، وقديش يعني تشكل خسائر كبيرة. أحد الطرق أو القنوات اللي ممكن لتحقيق بعض الحقوق أو تثبيت الحقوق والتوجه إلى منتدى شرق المتوسط على أساس فلسطين كدولة مشاطئة محادثة للأردن ودولة الاحتلال والدول الأخرى. فمن ضروري تبيان من الموارد الطبيعية حق مين في كل منطقة. طبعا إسرائيل تتنكر عادة لكل الحقوق الطبيعية، وحتى لو توقع على ورق وتقر أن في حق فلسطينيين في حق في عقول الغاز وفي موارد البحر الميت
وفي الموارد الأخرى والمياه في منطقة الغور ومناطق سيك، إلا أن هذا كله بضل على الورق. وأعتقد أن اللي بيصير في الشرق المتوسط هلا محاولة فلسطينية جديدة لإثبات الحقوق الوطنية الفلسطينية ولو على الأقل بشكل إقليمي. نعم. طب أستاذ مسيف، يعني ما هو المتوقع من خلال مشاركة فلسطين هذه المرة أيضا في المنتدى، وخصوصا أنه من أحد الشروط أيضا لأن تلتزم الدول الأعضاء أو أن تتمتع الدول الأعضاء بالقدرة على التحكم في مواردها كعضو دائم في هذا المنتدى، وفلسطين فعليا كما ذكرت هو ذكر فقط، ليس لها حقوق على أرض الواقع في استغلال والاستفادة من هذه الموارد الطبيعية. يعني ما هو يعني ما الذي سيقع على فلسطين في هذه الحالة؟ يعني حيكون شوية واقعية. نعم. إحنا ما بقع على فلسطينيين أي شيء، يعني كل ما وقع يعني الإشي الوحيد اللي ممكن نعمله الاستمرار بالمحاولة والاستمرار بالبحث عن أي وسيلة أو أي طريقة لتثبيت حقوق الفلسطينيين. على كل مرهون بالاحتلال، سياسات الاحتلال هذا واحد. اثنين، مرهون كمان بالدول الأعضاء يعني تفهم الرواية الفلسطينية والقصة الحقيقية للاستغلال الموارد الطبيعية وكيف الضغط على إسرائيل يعني في هذا الموضوع. يعني الموضوع بحاجة لدعم سياسي أكثر من بحاجة لدعم اقتصادي، دعم المواقف الفلسطينية وتثبيتها. نعم. وهي يعني بيمشي في ممرات طويلة وقنوات طويلة يعني بس على الأقل يعني بتثبتي أنت على الأرض الواقع على 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 أرض الورق، يعني على ورق ومعاهدات دولية واتفاقات دولية الحقوق الفلسطينية. في حال صار مفاوضات حل نهائي، في حال صار يعني بحث عن حلول، في كمان يعني أرضية ممكن الانطلاق منها. يعني لو حكينا لو فلسطين كانت في هذا المسار واستطاعت أن تستغل هذه المصادر، وإذا حكينا مثلا عن آخر اتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب المصري بخصوص غاز حقل الغاز في غزة، غاز مارين يعني هو أحد المصادر الرئيسة للغاز الطبيعي، ما الذي يمكن أو كيف ممكن أن يحقق لفلسطين ممكن نحكي دعم وتطور في الحق الاقتصادي أو في المجال الاقتصادي؟ أوكي، هذا المنتدى يعني بعطى فلسطين الحق أن يتوافق أو ما يتوافقش، يعني يمكن يصير مشروع إقليمي في حال عدم موافقة فلسطين على المشروع. يعني حق الغاز الفلسطيني، حق المارين، إذا الفلسطينيين ما وقعوا وتوافقوا مع المجتمع الدولي ومع مصر مع دولة الاحتلال وما وقعوا، ما مش راح يمشي المشروع بالنهاية. مثل بالضبط مشروع قناة البحر الأحمر والبحر الميت، يعني الموضوع وقف بسبب عدم موافقة فلسطين على المشروع، لأن يعني ما أعطوا حقوق الموارد الطبيعية اللي تطلع لفلسطين في البحر الميت. عشان هيك بتضل يعني رغم أن الحالة الفلسطينية هي الحلقة الأضعف في كل شيء ومفيش عندها سيادة، ولكن لها تأثير على الموقف الإقليمي وعلى المشاريع الاستثمارية الإقليمية. ما لم يتم إرضاء أو تحقيق مصالح فلسطينية ولو بقدر معين، لن يتم هناك يعني تقدم في المشاريع الاستراتيجية الإقليمية. يعني يبدو أن ليس هناك أي أفق أيضا من خلال هذه المشاركات الدولية للحث أيضا والضغط على دولة الاحتلال بالتمتع بالحقوق الفلسطينية الاقتصادية بجزئية بسيطة. يعني نحن نتشائم، الأفق دائما موجود، ولكن يعني الجهود يجب أن تبذل. يعني الواجب يعني الهوم ورك لازم نعمل واجبنا الداخلي باستمرار، ولازم نحضر حالنا لأي شيء يعني على النهاية يفرض علينا بالقوة، القوة الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال تفرض سياسة الأمر الواقع وتفرض إجراءاتها وقوانينها وقيودها، يعني هاي لا حول ولا، بس يعنيش إن يعني المحاولات الفلسطينية تكون في مسارها الصحيح باستمرار. لو تعطينا لمحة أستاذ مسيف حول لو تمت وفلسطين حصلت على هذه الفرصة في استغلال الغاز الطبيعي، يعني ما هي المصادر، أين تتواجد أكثر المصادر لتواجد الغاز الطبيعي وحقول الغاز الطبيعي جغرافيا نحكي، التي طبعا تحت سيطرة الاحتلال وممنوعة من التصرف؟ يعني حسب معلوماتي الجغرافية مش بس الغاز الطبيعي الموجود في غزة
بحر غزة نعم غيره صحيح. كمان البترول تقول البترول موجودة في منطقة التلسيس يعني كمان يعني لا زال إسرائيل تستفيد منها وتستغلها وهي في الأراضي الفلسطينية كافة الموارد المعادن الطبيعية الموجودة كمان في مناطق سيس كمان إسرائيل تستغلها وتستفيد منها يعني البحر الميت كمان يعني موارد طبيعية كمان إسرائيل تستفيد والأردن تستفيد يعني أنت بتحكي عن 4 مليار دولار سنويا إسرائيل مبيعاتها من فسفات البحر الميت يعني حقوق يعني موارد طبيعية متعددة وتلفزيات ودافلزيات كثير يعني كثير موارد طبيعية فلسطينية اللي تستغلها إسرائيل وتستنتج فيها يعني يعني أنت بتحكيش بس فقط على الغاز يعني فهذا بحاجة إلى جهود دبلوماسية وسياسية قوية يجب أن تبذل من قبل القيادة الفلسطينية أعتقد تبذل الجهود بس إلى أي مدى كافية مش كافية هذا موضوع مختلف يعني ممكن البحث فيه. شكرا جزيلا لك، كنت معنا الخبير والباحث الاقتصادي الأستاذ مسيف مسيف عبر الهاتف. نبقى في أخبارنا المحلية على هامش لقاء جمع رئيس الوزراء محمد الشتية مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي. تم توقيع 6 اتفاقيات تنمية تشمل الاتفاقيات لصالح تعزيز الخدمات المتخصصة للإدارة السريرية لأمراض الدم النادرة في فلسطين بقيمة 2 مليوني يورو، وأخرى من أجل تعزيز الخدمات الجراحية التخصصية لطب الأطفال في مستشفى حلحول بقيمة 3,800,000 يورو، وأيضا اتفاقية لصالح مشروع حفظ وإدارة تل السلطان أريحة القديمة بقيمة 2,400,000 يورو. كما هناك اتفاقية رابعة من أجل دعم إجراء التعداد الزراعي بقيمة 400,000 يورو، واتفاقية خامسة لتعزيز الخدمات المتخصصة للإدارة السريرية لأمراض الدم النادرة في فلسطين. أما الاتفاقية السادسة تقديم قرض لصالح بنك الاستقلال بقيمة 5 ملايين يورو بفائدة صفرية. نظمت وزارة الحكم المحلية بالشراكة مع جامعة فلسطين التقنية الخضوري في طول كرم أمس الثلاثاء فعاليات اليوم الوطني للتنمية الاقتصادية المحلية برعاية رئيس الوزراء محمد الشتية تحت شعار بالشراكة والاستثمار نحقق التنمية والإعمار. تخلل اليوم الوطني معرض يضم نماذج ريادية استثمارية وعرض لمشروع الطاقة الشمسية المشترك بين الوزارة وبرنامج UNDP للأمم المتحدة البرنامج الإنمائي، كما تضمن جلسة حوارية بعنوان البيئة الحاضنة والمحفزة لمشاريع التنمية الاقتصادية وأبرز التحديات، وبمشاركة القطاع الخاص والوزارة والهيئات المحلية. وفي نهاية اليوم الوطني أعلن وزير الحكم المحلي مجدي صالح عن أسماء المشاريع الفائزة في منافسة التنمية الاقتصادية المحلية والممولة جزئيا من الوزارة. اختتم وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين القدس برئاسة كامل مجاهد مشاركته في قمة الأعمال العربية التركية الثانية بتنظيم من جمعية رجال الأعمال والمصنعين المستقلين الأتراك الموسياد، ومشاركة أكثر من 1700 رجل أعمال تركي وعربي من 32 دولة. تأتي هذه المشاركة تحت مظلة مجلس الأعمال الفلسطيني التركي وضمن مساعي الجمعية للتشبيك بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم من مختلف الدول العربية بشكل عام وتركيا بشكل خاص.
شارك الوفد الفلسطيني في الجلسات الحوارية المتخصصة في مجال الذكاء الصناعي وتقنية الميتافيرس وتكنولوجيا المستقبل، وجلسات حوارية حول الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى زيارة المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر لأكثر من 120 شركة من تركيا ومن الدول العربية. وتنوعت نشاطات المعرض بين المنتجات الغذائية والمنسوجات والصناعات المختلفة والخدمات. قالت صحيفة الدعوة تحرنوت الإسرائيلية صباح اليوم إن الجيش الإسرائيلي قرر زيادة حصة العمال الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية من 100,000 عامل إلى 120,000 عامل، وذلك بهدف تقليل فرص وقوع العمليات على حد تعبيرها. وأشارت الصحيفة أن الفكرة هي زيادة حصة العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إسرائيل بتصاريح عمل رسمية وبطريقة خاضعة للرقابة والإشراف وتقليل عدد العمال غير الشرعيين. وفي آخر أخبارنا المحلية، شهدت بورصة فلسطين تداولات قرابة 1.5 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت أكثر من مليوني دولار أمريكي، نفذوا عبر 271 صفقة. أظهرت بيانات بورصة فلسطين إغلاق مؤشر القدس الرئيس على ارتفاع مسجلا 670 نقطة عن إغلاق الجلسة السابقة، متأثرا بارتفاع قطاعات الاستثمار والبنوك والخدمات والقدس الإسلامي وانخفاض مؤشر الصناعة فيما استقر مؤشر التأمين. خلال الجلسة سجلت أسهم الشركات الأكثر ارتفاعا بادكو حوالي 3.5%، سهما سجائر القدس وبريكو قرابة 3%، سهما البنك الإسلامي الفلسطيني وبنك الاستثمار الفلسطيني قرابة 1%. في المقابل سجلت أسهم الشركات الأكثر انخفاضا خلال جلسة اليوم مطاحن القمح الذهبي حوالي 4%، سهم الفلسطينية للكهرباء 0.5%، وسهم إيبك ومصانع الزيوت النباتية أقل من 0.5%. أما في الأخبار الدولية، وقعت كل من مصر والاتحاد الأوروبي وإسرائيل مذكرة تفاهم لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، يستهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط. جاء توقيع مذكرة التفاهم اليوم على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي يعقد في القاهرة. تسعى أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الطاقة عبر إمدادات الغاز القادمة من أفريقيا ومنطقة شرق البحر المتوسط لتعويض واردات الغاز الروسي. وفي أخبار الذهب الأسود، تقف أسعار النفط قرب مستويات تاريخية هي الأعلى على الإطلاق، وسط تحذيرات من المنظمات الدولية بأن قرار حظر النفط الروسي سينعكس سلبا على انتظام الإمدادات، وبالتالي سينعكس هذا الأمر على ارتفاع الأسعار. تتجه التوقعات الأخيرة بشأن توجهات أسعار النفط إلى تجاوز سعر البرميل مستويات ما بين 140 و150 دولار للبرميل بحلول الربع الثالث من العام الجاري. كشفت تقارير إعلامية أن دول مجموعة العشرين تعتزم إنشاء صندوق مالي خاص سيدعم المبادرات الدولية للاستعداد للأوبئة العالمية المحتملة في المستقبل. ومن المقرر أن تعقد قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل في بالي بحضور زعماء دول المجموعة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرة وطن الاقتصادية عبر شبكة وطن الإعلامية. كنت معكم منتهى خليل، دمتم في أمان الله. وطن الاقتصادية
نشرة إخبارية يومية من الأحد حتى الخميس الساعة 4 حتى 4:30 على شبكة وطن الإعلامية مع منتهى خليل. نتابع آخر وأهم ملفات الشأن الاقتصادي مع تحليلات اقتصادية وانعكاساتها على حياة المواطن الاجتماعية والمعيشية. هذه النشرة برعاية شركة سند. سند، استدامة، تطوير، بناء. والنبالي والفارس للعقارات. شركة النبالي والفارس للعقارات، معايير بناء جديدة.